الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين. وصلى الله على محمد. وحين كسوة الدرس كساب صنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صفات كيسة خلقي يخلق با إمام الترمذي ألفي حديث كصدح بغلباتن يصدح. قال إمام الترمذي: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. رواد حديثك وصمرني محمود بن غيلان بضم بين صمري، معاوية بن هشام نوى صمري، ومعاوية بن هشام القصار، سفيان وسفيان الثوري وي أعمش ومعروف، وأنا النانيس أعمش سينهر وشاقنا عمشكو وحوي وإن دبيو كلمرك أيو معنوه نقني النانيس. يعني مركا محا مقعيس سليمان بن مهران بالليل هذا محا النانيس اللوشيقيا وحلوشيقيا للتعريف تعريف باللوشيقيا. يعني كم تاي أشياء دي لقرية بالشري، يعني حنتا مركا وحوي شخص قال له يعني مركا قرنا ايوه وتعريف له قد شيده وحين غنيسا مثل قصور ريبا يهدي مركا الله قبق سكلين له قرن وايو هدي انو كراهي السنة ان انا استوى له الشيء كرا لباتكم السقن على الاطلاق با ابراهيم وابراهيم ابن يزيد النخعي وي وصمرني عبيده وعبيده السلماني وي السقن وصمرني. طبعا ظهر قاركود وحا كل عضي عبيدته كل عضي وانا خطأ مطبعي وي نسادرت حديثك يكسار وري وصوشا مدمر قلدمي وصدع ابن حباني وحلا مدام وياني وحي مركا أسو الضبديين عبيدتي الضبديين شو راح ذن حروف بابيكو الضبديين حروف بايكو الضبديين. رواية قاركود وحا كسار وتي ساقو منصوب عبيدة السلماني وبخاري دور ميلاد بكسوري موضع كم ذا أي إسقى منصوب عبيدة السلماني سيد حديث كرقم كيسو يهي شنكن يكنتن يلح وحوى إسقى نسبة للراعيي باكسو. وعبيدة ابن عمرو السلماني ونسقاء فقيها ومخضرم ومن كبار التابعين بنقنا يا مرهد مخضرم يهي مخضرم ومحي مخضرم وحلوغة شيدا وعيد وقتك النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن أهيد لكن النبي أن لكل من يعني وحو إسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال نولب إسلاما لكن لو ما قدرين لكل مه محام مخضرم لو يلي مخضرم وحلو يلي داتك ولا السناية وقت ولا إسلامي بالله قرهب ولا قبوي خضرم بمعنى قطع عن أصحابه ومحال لو قربي وحال لو قربي دل لقاق النبي قول لكل ملها أما أرك لها باندعين ساساود الصحابة انت اللي قربي ليلا دوك مركا وحوي قول ذا التابعين تدوه الرئيسان خذ لما من أصحابي أي قطع أصحابتي سي وقت الله إسلاما اللي قوي مركا صاو وحوي ليلا دوك فريقا كلا صهر كان والتابعين تي يا مركا ساسا مخضر ملويلي مركان نسقه فقيها أبو أها أصحاب الكتب الستة وحوي حديث كالسنة كيسوا صحيح وي والسند مركان صحيحة وي بخاري مسلم من حديث كواسوري الله بدو أسكوا فقين عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. عبد الله المسعود ومن العباد لصمه يا كم مذا ست عبد الله اللي يلاذو أوساسوي العبادلة هذه اللي يلاهدو أفر صحابي بعبادلة اللي يلاهدو كعام بحي
لو ما تشهد عبادي لا مرك للي هاي الصحابي كصدو عبد الله اللي يراد معني سماها مراد كل لغة شهد إن كان لغة الماما ويا صحابة ذا لو بقول إن كبدا بعبد الله اللي ورنشري لو بقول إن كبدا بعبد الله اللي ورنشري لكن هو حلقة الماما يا عيد خاصة اصطلاحا لو استعمال عيد خاص قال لو استعمالين وأفر صحابي وابن عباس يا عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن الزبير أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر ما تسجعي ورنشري يعني إلما عباس يا عمر يا عمري وما تشيده وحي أردالين أردن إمرات كوغة تشيدة وحي تواعدة كعام بحضي ابن عمر يا ابن عمر يا ابن عباس كعام بحضي يا عبد الله اللي يلاني وابن الزبير هم العبادلة الغرر يا ابن الزبير وعبادلة ديوية يعني مركة وتشيادة عداوي بمعنى شرفت لها محال لو يريد عبادلة لو يريد عمر قودي با ديراضي علم قودي با اللوب باهدي يعني مسائل شفتاوه دي با لنقلين شرعي أي مركة كفة وضعي عبد الله بن عباس بسائل وعبد الله بن عمر نوايلي وعبد الله بن عمرو نوايلي وعبد الله بن الزبير نوايلي مركي أي بضطاء مركي الدنبال ليلي عبادي لدي باصدا وضطي لي لكن ابن مسعود قيريدي إساق وهرمرت عبد الله بن مسعود إساق وهرمرا لبي صدن كي أما صدح صدن كي هجري قايو لنتي هلك عبد الله بن عباس يدلور يلحن كي قاريا سجاد يلحن كي ابن عباس لمنه مركا يعني وحوي عمر قودي بعد راضي علم قودي بعد الله قبه عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله المسعود وحوي لي رسول كيله وحوي لي اقرأ علي إجو أخري كركيجا كركيجا إجو أخري عبد الله المسعود نو حكم إذا رجع القرآن ككش جنابه كم إذا نبي قن كبا أما نيبا نبي قن وحوي عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد كوكستي فرح قالنا يسو إن القرآن كو آخر يسوع الصب والضريعة وسيد اللوسو دتشيئة سيد ابن مسعود القرآن كو آخر يهو آخر يا تزكية وأمان نبي عليه الصلاة والسلام وأماني القرآن كو أمان اقرأ علي يقول آخر بقى النبي وكويل عليه الصلاة والسلام فقلت وحان إلي هدان عبد الله أهي يا رسول الله رسولك إله يو أقرأ عليك وعليك أنزل ميانك هو أخريا كركاغا همزدي استفامك حذفا أقرأ بمعنه دعيا ميانك هو أخريا كركاغا وعليك أنزل والحال عليك أنزل يدو أو أذيك كركاغا قرآنك لغو السر لغو السود جيي ميانك هو أخريا وعليك أنزل وجملة حالية قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري إني أنا أحب وحن شعلهي أن أسمعه إن مقل قرآنك من غيري أنا قاعد أنا هاي إن كم مقله أي أن شعلهي فقرأت سورة النساء وحن أخري يقول النبي كو أخري عليه الصلاة والسلام سورة النساء بن كو أخري وسورة النساء الكبرى ولما ذو مركز سورة النساء الصغرى هي سورة النساء الكبرى بيك للشيقان وسورة الطلاق بي سورة النساء الصغرى يلادان سورة النساء يريد سورة النساء أي سورة النساء النقاننا سورة النساء الكبرى بي أولنشرين ولما ذو قاركود والسلف ككميني وحيو لسورة النساء بانكو أخرية حتى بلغت إلى أنقاري وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيدي حالكم نغنيا أدان أمد والبامدكم مرخاتية كأنه وجئنا بك أدقنا آنك كأنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء شهيدا كواص أمد هذا حالتكم مرخاتك عيسى آنك كأنه قال وحر فرأيت وحن أركي عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملا وحان أركيبوري لبدي إندودي النبي عليه الصلاة والسلام تهملاني حال أي شب ما يسأيان أركي تهملاني أما تهملاني وباب عتلويو يعني مركا فعل يفعل 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 بين لبضبا أي كبرنانت
حديث البخاري يا مسلم بوا اسكو وافقين لكن بخاري يا مسلم كو حي يقصو غنتي تدري فاني بيقصو غنتي وانا اسلم معنوي وانا اسلم معنوي مركو هلكا سو غاري رواياتك صحيحه وحكو سو اروري انو النبي وكوري عليه الصلاه والسلام حسبك الان كافيغا انت صاحدا بمعنى هلكا كوتشوكي مركا الى النبي وكوري عليه الصلاه والسلام حسبك الان عبد الله بن مسعود متشوكي يا حافظ بانو اها قرانك حفظ سنه قرانك هيا ايو اها حديث كان فوائد بالغا قادنيا فوائد لغا قادنيا وحا كميدا ان وحوي قرانك دغيسغ لا دغيسنيو ان مركا وحو لا امانيو اخرين توكر يلا ما امانني حتى دغيسغ لا دغيسنيو قرانك وامد لا اماني نبينا عليه الصلاه والسلام السمي القران كي ادغيسته بل وطلبدي ان مركا اصحابتي سعيد كميدا اي كو اخردو عيد كلا النبي وا كم مقلى القران كود جبريل بو كو اخري النبي عليه الصلاه والسلام جبريل وا كم مقلى لكن عيد بشره وصحابتي كقادتي اما ارديد النبي محمد كميدا عليه الصلاه والسلام ان النبي كم مقلى القران كو كدغيسته ايو مركا جعلست تاسنا وحي كو تسنيسا ان وحوي عيد فضل بضني عيد كفضل بضني يا هي انه مركا علمي اما قراءه كدغيستو اي مركا كتوسنيس ان بدن علماء السلف كميدنا وحا لغا سو نقليا اني كفايديسن جيرين ارديدودا واي كفايديسن جيرين تانا ولا سو نقليا وحا لا يراها روايه الاكابر عن الاصاغر بل يراها مركا حق ورينتا اي حق اي سو غشو النبي انه كوري هدا ما دونينه وحا ويه انه قراءديسا يعني ادغيستو ودنا كتدبرو oo isagoo marka niyadiisu ay u jeedo kaliya tadabburka oo marka akhriintii ku mashquulsanayn inuu marka waxa quraanka maqlo sidaas iyada marka dooni fadliga ibn mas'uudna hadisku waa ku tusinaya waxa kale hadisku ku tusinaya inta uu ibn mas'uud akhriina ay majeesjeesanayn markii qiraa'ada uu joojiyay ayuu nabiga eego marka sunbu arkay indhihi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam il mashrubmay marka si waxa weeye tadabburka iyo taamulka iyo fiirsiga quraanka lagu tadabburayo loo fiirsanayo in waxa weeye jeesiga la iska dhaafo waqtiga la akhriinayo ayaa marka laga qaadanay saas awadeed dhageysiga quraanka la dhageysanayo ama shaykhda marka waxa weeye ama toos hal looga dhageysto yaani dadka qaar kooda akhriinaya ama musajjalaadka lagu duubay hal laga dhageyste إن في عنتا لقى قاضنيا ولبدتك مركا دوني قرآن كاين حفظان أديو حوي قراد ولب أي تشعليهين يا آد مركا عدك ودو آد وعد شبيو أدي أي كدقي سنيان ومصاحف تلصو بحان ودقي هنا أي سفي عنو دقي استان عندي هنا سفي عن أيو إيقيانو يعني مركا قرآن كلا آخرين يقلبقين وحاضر يهي وعي كقيب قاضنا إصائن هرو قيبه marku isagu akhriinayo dabdiga alfaad iyo wax la mid ah ayaa niyadii qayb ka mid ku mashquulsantay qalbigu wuxuu hayaa marka laba shaqo halaxnin hajabinin toosi yaani marka sax ma shiday xarakada saatiri ma saxday mise waa qaladay iyo wax la mid ah niyadii marka waa qaybsantahay adamarta laakiin marku dhageysanayo niyadu dhamaan waxay u jeedaa ya dabdigu waa laga kaafiyay ما اللحن ذي إيه ما تشبي سي إيه ما الصح ذي إيه ما يعني حقي سي مصي سي إيه مرة ما يسي وحاصر لنبا يعني ولا كافي مركا وحوية على كل حال تاصنا إن لقى فائدة يستوى أرهن مركا في عون وحكرو شرتا بعض السلف ما وحلق السون نقليي سورة البقرة هي سورة النساء يان العرن محل العرن يا السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها النساء سورة النساء قال لقول لحشيغو سورة البقرة لقول لحشيغو يسيها اللي يلاهدو يا سورة البقرة يا سورة النساء يا يان العرن طائفة أن بضنين السلف ككم إذا سأل لك السوري لكن قول كنوع سوى غلط وهي أحاديث فربضا ويكسى أرورتي يضا سورة البقرة يا سورة النساء العرن أيه
وأن سورة التي يذكر فيها أن لعرنين سورة الأقول لحشيك أن لعرنين سورة البقرة سورة النساء يعني سلاس العرنة. أحاديث عن كاسي قاركود ومرفوع قاركود نو أحاديث يعني مركا صحابة لقاها إيوه مركا النبي عليه الصلاة والسلام يصحابة سوى استعمالين الفاظ سورة البقرة سورة النساء رياضة لم يتكاء سأساود وحرجكم السقنا وحكراهي أنا ملع يعني مركا لها بعض السلف بس سيدا يلينا معها وحكا السيد السلف كوي لهذا إني وضا صحنتها نسائش السلف كسكو خلافين قولك الصواب كان للرادياء أو سيدا مركا وحوية صواب كالصحن أيا لقاتا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني ماها إن أقواش وضا الصواب يهين معها وحوية أقواش علماء مجتهدين تيوحي لحتى الله بين خطأ وصواب خطأ يا صواب لحتى الله أو مركا يساحون يعني مركا لبداس أي مركا كلا لحتى الله مركا ساسية ذات سنوي وياه نبي عليه الصلاة والسلام مركي ابن مسعود سورة النساء وآخرية آيات مركو سوق علي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي روح أمرين وتشوتشيو حسبك الآن أنت صاحبك غفلا أي مركا ويلو كافي غاكا وحنا لقى قادنا يا قراءة مركا روح لقورنا يا تشوتشي أدي حسبك الآن يعني لقوا يلاهدو إن مركا في عنتهي تاسنا ولقى قادنا وحكروا لقى قادنا يا روح كروا قراءة الله أمري إن وحوي مركا أي بنانتهي قراءة دي إنو تشوتشيو إن هدنا لقى طلب ما دا مركي هرب لقى طلب ذي قراءة مركا دنبنا إلا يلاهدو هالكاس يعني كتشوتشي لوت الماما وحكا فهمي كرو يدنا مركا إن عندي بكسغنين كراهينا أين أهين أي لقى قادنا يا وحلقة قادنا يا قرآن كإن لقوا تدبروا أو حوي مركا إن لقوا يا أي في عنتهاي تاسنا ولقى قادنا نبي ومحوم مركا سبت ومحيتهاي بإلهدين علماء بعض أهل العلم وحي إلهدين بقى الشأو مدي سأبقنا يا أيوي بعض كلا وحي إلهدين يعني فرح وكفر حي إنه إساقو مدي سكمر خاتف فريو أو يسأل لوك هنا يعد كلام كمر خاطف فرين أي مركا ووي بعض وحي لها خشيد ووي واحد عكرتا خشيد وإله كبقيو يهول كقيامة بغشد وكبقنا أيو تقود يسلع أبضنا يدي يعبسي يسلع أبضنا يدي راد يدي يبغش ومدي سأبقنا أيو وهي لبضع رهنا وضع الصعودة أي الغيابة قرآن كمركا قراءة دي سألتوشين أيو إن لغو ختم صدق الله العظيم تنعاس السنمة تايم سماءها شبابت وحيت السنمة ويا النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة سمرك القرآن كقراءة سكتوتشين أيان كما يختمي تشيرين صدق الله العظيم حديث كنواء ركتان نبي ما أرى صدق الله العظيم يا صدق الله العظيم له عبد الله المسعود أخرين أيان صدق الله العظيم أرى يعني مرك يضو إلى هاي والروش شاقي الله يقول صدق الله وحاتر هذا الله بارهم شيئا لكن مركا قراءة تشوتشين إنسان سلا كو ختيم الله مؤرن هذا مرتا سلا الله مؤرن ساسا أودي نبي يا صحابة يسو قراءة مركا أخريان كما يختيم يشيرين صدق الله العظيم ساسا أودي السنة ما هاي لو ختمه صدق الله العظيم أدي مركا فضل سيادية حالة دا إن سلا لو ختمه فضل قاري هدوك السجن يهين النبي والصمين لها عليه الصلاة والسلام يا صحابة ثم رأي الصمين سأودد إن الله ختمين سننا أين يهين خلاف السنة هاي أي الله قاضنا يا حديث كصدح بقول لباتن يا أفر قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد إلى آخر الحديث رق سنة كاوى صمرني وطيبة بن سعيد وصمرني جرير وصمرني عطاء وصمرني عطاء به
وحوي وصائب بن مالك مصائب بن زيد يعني لبض مدول بوال ليلي مرك والد عطاء وصائب أه ونثقة أه ومن كبار التابعين كم إذا أفرت أصحاب السنن وحوري بخارنا أدب المفرد ك أي حوري عطاء بن صائب وحكرنا على اختلاط مرك الضنب مرك الضعف كسوا عدي مركا كقاضتي بعد اختلاطه حديث كيسا ويعني له بصدائن طريق خلال قهره وضعف كتشره جرير نوح كمديه يقوليه واقيدا بكقاضتي أي كمديه لكن هيا الشيء لمكهر النقن سند كم ضعف كتشري لكن عدك للسوري السي أو شعبة إيا السفيان بوا اللوريين لبضوا بنا وحي كقاتين قبل اختلاطه بي وحي كقاتين وكأحاديثة كوريان وصحيح شعبة وكورنا يا عطاء إمام أحمد النسائب السوري الثورين وكورنا يا سفيان الثوري عطاء وكورنا يا إمام أحمد بن خزيمة يا النسائب السوري مركا ساسي ذوي مركا حديث كني أصلها وصحيح حي الشيء ركوع ذا وتلمام الرواية ذني إن هل ركوع أي تهي أي الشادة صحيح ندبك الشيء قدون أصل كحديث كنا وحاو كسوك يا بخاري مسلم لكن مركا وحوية حديث الشيء قيسا يعني الروايات كبدن الشيء قيا لبدا ركوعات بعد صحيحة ومحفوظة عبد الله بن عمري وحوي لي انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل رحض أيام مذوباتي مال المالمها كم إذا يوما أي في يوم مال قدهد بمذوباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واكع واستاغ رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يصلي حاله تكنا أيه أي استاغي وحتاغنا أخراض آخرين حتى لم يكد يركع إلى أن كل وان الركوع بمعنى وقت دير بتاغنا وقيامك يتاغنانتي وقراءة كل ديري أدي أدو ديري القرآن بدنك أخري يعني قدر كسورة البقرة أيك أخري حتى لم يكد إلى أن كل وان يركع الركوع أن كل وان بمعنى وقت دير بتاغنا قرآنك كأخرين يتاغني ده ثم ركع انت دبدد النبي عليه الصلاه والسلام ركوعي فلم يكد يرفع راسه كما دوانين مدحيس سرائن وقاض بمعنى وقت بضم الركوع سنه ثم رفع راسه انت دبدد النبي عليه الصلاه والسلام مدحيس يسر قاضي فلم يكد ان يسجد كما دوانين انه سجود ثم سجد انت دبدد النبي عليه الصلاه والسلام وسجود فلم يكد أن يرفع رأسه كما دواني إنه مدحس الصرع وقاضه سجودك توصه ثم رفع رأسه بمعنى وقت بدن بسجود سنة ثم رفع رأسه إن تأدبت مدحسا إن تأدبت مدحس الصرع وقاضي وسجود بك توصه وصرف فريستي فلم يكد أن يسجد كما دواني إنه سجود بمعنى إن بدن أي فدي فدي لبدا سجودات وبحيي ثم سجد انت أدبت النبي عليه الصلاة والسلام وسجودي فلم يكد أن يرفع رأسه كما دواني إنه مدحس السراء قاضي سجودك كعو كتوصو وبمعنى قيامك فجعل ينفخ ويبكي وبابك وحل وبك يعني بابك محا حديث قال له وسأل لي وهنت النبي كوهي صلاة فجعل وحق ضق لي النبي عليه الصلاة والسلام ينفخ إنه أفوف ينفتور أيه ويبكي أوي أيه هذا شخص يمرك أوي أيه نخص بدن بكسو بحيه يا وهن رابيا فجعل وحو قد قال ينفخه إنه نفت أفوف أيه وحلوه شيء إنه نفتور أيه ويبكي أوي أيه ويقول أرنا يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم الله ببريا ربي قيو ألم تعدني ميانا ذي بلن قادم ألا تعذبهم إن أنا عذاب أم الضيضة وأنا فيهم والحال أنا فيهم يقل لحدود أنك الصبنا أنا لحدود الشوقة إن أنا عذاب ميانا ذي بلن قادم ربي ربي غيو ألم تعدني ميانا ذي بلن قادم ألا تعذبهم إن أنا عذاب
وهم يستغفرون والحال هم يو يستغفرون يقول اوه إلهي الدم الداف ويدي السنية إن عذابنا يا رضي بالله قادم ونحن نستغفرك أن نقو وأكو الدم الداف ويدي السنينا أي النبي قيل عليه الصلاة والسلام فلما صلى ركعتين مركو النبي عليه الصلاة والسلام لبرك عدوت كذي انجلت الشمس وقرح ذي بفيدنتي بمعنى مدو قيبا كفي دموه وحي النغطين من عد النور يصا وإلى سكيد دميس تريهم مدو قبا أي قرح مدوباتك أي قرح ذي مدوبات وكبا أيو وحي النغطي شعاع يدين دميس ترمو ومدو كفي دمو فقام فحمد الله تعالى فقام واستاغي النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله تعالى الله أبو النبي مهدي أمه النقي وأثنى عليه الله وأماني ثم قال دبد النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قل رحض يضيح آيتان والبع على مدود من آيات الله آيده إله كمدة علامات كإله أودي سلقوا أقون صدق كمدة لا ينكسفان ممدوبان يان لموت أحد قف لمشهدي ولنتي درادد ومدوبان ما يان ولا لحياته نرش مركا قف نولاضي أمرنا شينا ومدوبان يان فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله هذي مذوبادان قل رحض يضيحوا بمعنى متكود أي مذوباته فافزعوا أرققحا إلى ذكر الله حسك إلهي أنت كأهاتي وأرققحا وذكر إلهي كعررا وإيهي حديث كان وحلق قاضنا يا فوائد بلق قاضنا يا حديثك وحو الشيغي يا صلاة لها صلاة الكسوف يا صلاة الخسوف قل رحم ذوباتك يدي حم ذوباتك الصلاة التي كدوه صلاة التي كان يقول رحم ذوباتك يدي حم ذوباتك وحي كمدهن صلاة أهل الشرعية كما عدل الشرعية يكمدهن على مدوى سلو خلاف سيهن مفر الباء مواجب باء مسوى السنة لكن جماهير تعول مدو وصدح ذا مذهبوا ذا كمدهن مذهبت حنفي ذا مذهبت مالكية ذا مذهبت شافعية ذا صدح ذا مذهب ذا يكمديهين وحي قبان إن أي مركة سنة هاي بي قبان إن أي سنة هاي أي مركة قبان طائفة من أهل العلم وحنابلة ذا يكمد تهي أما غالب كود أي كمديهين غالب كحنابلة وحي قبان إن أي واجب تهي ساسي قبان على كل حال وحي كمد تهي صلاة ذا مشروعة إجماع ذا اللو شرعية يكمد تهي صلاة كسوف كي خسوف كبا ساسي كمدي نبي عليه الصلاة والسلام واتو كذين قل رحمة وباد واختي النبي هل مر بودعي هل مر أيو دعي مر كاو دعينا ومارنتي النبي عليه الصلاة والسلام إن كيسي إبراهيم إمارية القبطية أي دشي مارنتو لنتي فقل رحمة وباد قال ذي عربيد وحيوية قانين قل رحض مركي مذوبات أما الضيح مذوبات وحيوية قانين عدوين باردرانيس أما عدوين باردمانيس ساسوية قانين عدد ذاتك أي قانين واقي هوري أودد بي وحيوية لهدين قل رحض وحيوية مذوبات لما شضى إبراهيم لنتي نبي عدد هو إبطالي وبري يا يعني واحد شراه مرك الله قال الله يا أسبابت أسباب شرعية أسباب عادية أسباب وهمية أسباب الشرعي وأسباب الشرعي الله ينوش شيء وحاسين وحاس سبب ليه وأسباب شرعي الشرع والسبب لماذا يصير شيء عشية وأسباب شرعية صابين يتين والله أقوى صنيع وبضن تيتاس وعجرت أسباب عادية وأسباب عادة اللجوء قاضي أسباب تعادة اللجوء قاضينا وأسد غالب كا يعني مركا إنه يصير أول عضو حالات نادرة حالات قليلة أسباب عادية كم الصغنات مع كم الصغناتا يعني غالبا إنه يصير يمكن الدوائين كم حال لجوء قاضي الشيء يعني إنه الدواء يهي حنون كان دواء ذو وحي شرعي الله ينوش شجعه وقاع
لكن أشياء الدوين كأيان شرعي قال لي نوغو الشيقين محالغو كيني تجربة لغو كيني قال لي تشابيي تشابوين بدن بلغو السميي يعني حيوانات بمركي دن بلغو تشابيي مركي دن بوه لغسو قدو ددك لغو تشابيي يعني وحوهي ددك غارب الله بندقي دون مركي تشابدي بقوري ستي وحن نغطي بقول كيبا سقاشا سديتا بقول كيبا شانيا سقاشا إن مركي النتيجة دن نوع عاصي كرلغطو مركي دوو دال السيو حنون كاساس وقهر تقطع مرك الدواء على السيو حمد دواء شبيسة مرك الدواء على السيو كان عادي قفقة وحوية ويعني مرك وقت تجلس حمد يدي ونبتين مرك الدواء إن كان السيو يعني حنون كنوع أساسي وداوين وأسباب عادية يا يعني وحيكون صناطي أسباب عادية وتجربة والشيء غريب لكن حالات نادرة هنا الدعان يا يتبقى بوران دوعك عبي ومركزو ديد نبكسدي مركزو ورهو بوران دوع أهل الأغادو والسابة وهمي حالات نادرة وحكو دعاي وحبا لغو مرس صاب وهمي بالي ولا ذا أسباب توهمي قاء وطا حالات كالنادر كو اتفاق نغنكرا إنه اسكو بيغانتايا شرعي قويل لبوريا قف باقر راس لوحر وبكسدي وروان كبكسدي أنو أدو كانت كبكسدي كمار دارانا يصور إنه يدو أحبك سينيس أي السبب تهي ويطبنان حدهي وأن بكسن بكرا هذا مرتا يعني غالب كي كوي حدهي ما كبك سدين بس غالب كي كوما بكسن يا مركا وحوية الشيء ده وهمي قايو الشيء عادي قاساسا لوك الفرقية اسكوب بيغم با أشياء ده قاركود نغون كرام محاي اسكوب بيغم ما يقول رحدي أم دوباتي يا إنك النبي قل لري إبراهيم أردنتي مركزي وحي السيلة هذين دتك قاركود لما شد إبراهيم بأم دوباتي النبي قوى بريا وحيري إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله والله بقى آيادود يلا بقى على مدود وآيات كإله يا أودي سي واحد نمدي سلقوا أقون صنع يكم مدى ومم دوبادا انقف للشدي ينرشي سئير لما شدي سطن بس والبري إذن لبضو الصواء اسكما يهين ويسكو دوادين ويسكو باقمين مركا الشيء يساس وكلاء لقى مقاط الصواب نمو عادده وحوية إلا إبطالنا يا لقى قاطنا ساس أوده الطيارة محال لو ديدي باصيسيقا باصيسيقا وحال لو ديدي وأسباب وهمية وحوية قال ننقالدو شنبراها مركا الدوليان هدو حقا ميدي كمره إنو ساعدية خير لي هدو حقا ميدي كمره إنو شر لي أسباب وهمي ما اللي بري الطيارة الشرك هم بأن بيقولي باصيسو هو شركي هذا ما لكم باصيسو هو شركي مركا وحوية صامة وحوية وشي لا إبطالية لبريه وحي عرف ربضانه لبريه شرعي ده لقول بريه النوعية ذا سوكلاء يتشرى مركا وحلقة قادنا يا اعتقاد كمركا إن صابتها إن اللقاء قادن من ليس أرن قل راح ذا مدو قيدا يضيح مدو قيسا وحاو صابة عدوين أو لمن يساء عدوين أو دلنس مشايخ ذا قاركود وعصر المشايخ ذا وهو يناكم ذا وحيسكب بيقمي لما شدو ذا إيو ضي أحمد وبد وعلى سبيل الاتفاق يا ابن عصيمين لما شدي سيو ضي أحمد وبد كو يسكب بيقنايين لكن صاب السمية هاي وعلى سبيل الاتفاق سيدا إبراهيم باع يسكب بيقمين إبراهيم لما شدي سا إيو حوية قر أحمد وبد كو يسكب بيقمين وكلاء يسكب بيقمين أحلى بيأكلوا له إن لا هذا حكم كيد محون قنايا صابتي وهمي جدا سيدا يدك قاركود مودين كل ما أها إلا لقش يدك قاركود إن يلاهدين ورهدت بيأكلوا له تكتور وبيأيق سوقات كأنه عشر ويهي أما الزمزم يهي يا دك قار واحد قالين يبيأيق سوقات ويشر صدق قارين يكون انتفاع كرانا ضدك حنون نظر مركا وحوي برد كأه أما قبل كين أيو أما فارج هالنقضو يعني مركا أما وحلم ذا ودأو باهن يعني مركا كل كاس يدح جليان وأكو انتفاعيا الشيء وحل ودوية وحل لدقة وها لدقة وها لكن مر ما هين وحنون ردك الدوية منا هبيها من الزمزم لم يديه يا عبيتان كلا عبي يا فرق كمرها بياكله هدي اللعبة وبيأكله العبي
وكوريل سنكرتا لكن بيها الصعونة ده كلل قفك دح قليه يعني وقت هذا قاركود بردد كتشري وحيالها النوع عاصة يفارج هذا يعني وحكا انفعان يأشي هذا النوع عاصة وكلا وحوية وحوا كتريا صابتها صوان عنكرا لكن كبضلنا يا مناها مركز مركز دعين يلم يديهين به بركة صناية مركز زمزم كي يلم يديهين عما سيوه دي مركز وحوية يعني أوكرا يعني مركا شفاء السوق من العرناية يعني وحوي معه لكن قفكي دبي كل الصدى وبيها كل لحقلا أما بيها كل تجو مركا يسمركا وحوي يعني لحقلا قد ينتفع لكن ماها حنون كستدين الدوكي هاي لكن بع حنون نذقار كود ودع كرتاين وحكتره دي لكن مفسد وكلا أي كي من كرتاس كلا بيها كل قفكه هو رات صدى ماها وصم استو أما بيها دير الصدى يعني مركب ودحقلي وحلمي يقول هل كاسكريا ما هدول بضم بكشرتان تهدي اللي في تنوبه إن قط صمر كيس مركب ضد كين يكر هذين أيام بركة أم بيقولوا إن يهيم بس أين كاعتقاد سنين السيادة كدارا ذا أي أرم يسيه وحلم من عنا يا وحى كدارات كي كرم يسيه بالدين لكن وين لو قادم بيقولوا إن يهيم بس كما بضنا إنتاس يا أفك بيقولوا باهن أو دح قلب وكو انتفاع يا سكر لبي كل وهر كرايو دو دير سنكرا ودحقل كرا لكن بيكل ان يهين كما بدنا وانت اسوي ان لو في تنوب ماها ان وحوي لا اعتقادي ماها ان بيكل وح كدهراده يهين لو رميه ماها تاسمد مرك بنان ماها اسبابتي وهمي هيد مرك غريس وايه حديثك وحا كسغن صلاةً إن ركوع كلي حديث كلي الشيقية لكن حديث تقارك وضحكو صارورتي حديث متعددة لبا الركوع حديث تقارو لبا كبضين يا نواتشران حديث تقارو وحكو صارورتي لبا الركوع وح كبضان صدح ركوع أما أفر يا وحلم إذا لكن حديث الشيقية أما ضيح مذوباتك أما قرح مذوباتك لبا الركوع وح كبضان الشيقية وحيهن غلط صدح علماء قاركو ضيت المامين وعشرين ملا علي القاري وحر وقد نقل ابن القيم عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين غلطا من بعض الرواة من بعض الرواة ابن القيم فكسر إمام الشافعي يا إمام أحمد يا إمام البخاري إن كترين شرين زيادة لبر الركوعات كلا يراد الركعة والبا غلطا من بعض الرواة غلط الرواة دقاركوت كلا عين كترين شرين فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض ويا حديثك طرق ديس بدن كودا قار كود بقار كلا لعن كلا ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم وحنا كل من إياه قر رحمذوباتك صلاة دي اللوليمي قر رحمذوباتك سيوح العيون مالنتي وإن النبي إبراهيم أهي أولنتي إبراهيم ابن النبي ومارية القبطية أولا الشيء ما لنتو لنتي أي مركة قرح مذبات كل عاي نبي قو أنتو مركة وحوية للصوت دري حل كالود ديح مذبات لعاي متشرين ما لنتا مويا وإذا اتحدت القضية القصة ملا صحن قصتها الدي مركة وحوية متكلية النقطانة بطلت دعوة تعدد الواقعة هذي مركا لعدد متكلية النقطة أما قصة متكلية النقطة الشيقة شضل الشيقان أي واقع إنه تعددو مرالك للدوانة هيدو مربا إن أوتو كذي مربا إنتا سو ركوعود الليمي مرفر بديي صدح ركوعود أفر ركوعود لبر ركوعود إيا الركوع كلي مرو الليمي سيدا إن لغوك لحنبارة وبريسة مع أن كلا من رواية الثلاثة وما فوقها لا تخلو عن علة يدول لقبه روايات كالشيغة يصدح ركوعودي وحكا بضنبا إن العلو أين كمرنا المذنبا وعكورنا يشرح الشمائل كجمع الوصائل ساسو كورن وايه وهي علماء قاركو ذا يلاهدين سيد مناوي أوكرا وما صرح به هذا الحديث من تطويل السجود هو الأصح عند الشافعية حديث كان وحو عدوية سجود إلا ديراني وصيدة سحادة بضل الشافعي ذا أكتو ذا ومن تطويل الاعتدال والقعود بين السجدتين أخذ به بعض السلف
إن مركا اعتدال كركوع ذا اللي قدته سايو يفرد قال لبس سجود بحياة الله دارين ينا السلف كقار كذبا قاطي. ومذهب الشافعية أنهما لا يطولان. مذهب الشافعية وحي هي إن الله دارين إن اعتدال كا يفرد قال لبس سجود بحياة وي وحي لي ولا بركني أو قصير بيليهن الله ما دارين كرو. حديث روح الشيخ يا إنه النبي ديري. وادعى النووي في شرح مسلم ان روايه تطويله ما شاده نونوح الشاكتي او شرح مسلم كشاغي روايه الشاغي سلبدبا انو ديريه اني شاده اني تاي لو خنبارا. قال الحافظ ابن حجر ولم اقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين الا في هذا الحديث. ابن حجر العسقلاني نوحيلي ما طالع عن شيء طرق الأحاديث تكمدا فرد قال لبدا سجود إلا دارين أي حديث كان موية عن الملك لكم أرد. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته. غزالي نوح صار رأي إن لسقوا فقصي هاي دارين تإن لقد تقيه فرد قال لبدا سجود إلا حيا مركبو تعاقب المناوية وحيري هدو قد شيدو مذهب كاسكوا فقسن هدو وجهد اصحاب المذهب اسكوا فقسن هدو وجهد مذهب الشافعيه واتفاق سواء لو سلميا اصل وشاري. لكن هدو وجهد علماء اسكوا فقسن يعني مركا تاسما اسكوا وافقسنا وحال نقول حجيتميا والا فهو محجوج بهذه الروايه الصحيحه. احاديث كره صاروتي لبدا ركن قصير كو شيغان انو ديريهي النبي عليه الصلاه والسلام واختياد قاركود إنه ديري أحاديث تقار كوذو الشيغي سانوات ارتا مركز ساس آودد هل كانوا كلا شرح قار كود بعض أهل العلم وحي الهدين إطالة حديث الشيغي وحلق حنباريا إطالة أن سلاة دبورني وحي لي نهدي آدلور ديري ويبوري ساسلاة بكلين شافعي ساس آودد باباجوري ساقو شافعي وحي لي فلم يكد أن يسجد أي لكونه أطال الجلوس بين السجدتين لكن إطالة غير مبطلة كما مر في الاعتدال. اعتدال كان أساس اللي يقول كي أحاديث تقار كوضا حديث كلا سيدان الشيغي يأينو ديريين واتشرا ثم رفع فأطال ثم رفع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين يعني وحوية سيدان سمركا كوع العلن يوم ثم صحيح كسوري من حديث جابر. على كل حال يعني صحيح وحو يهي يعني غالبا النبي ما ديرين شيرين لكن في بعض الاحيان النبي عليه الصلاه والسلام وديري اساسا وديد مركا ان لا يراد الصلاه دا كبريسا قول كاس صحيح معها وايوه مخالف للاحاديث. قلنا الحنفيه حديث كم بيقاتين وحي الى هذه الصلاه الكسوف يا خسوف وحي لم تاي صلاتها كل اللي تكن يو لبا لبا ركوع عود ملي الصلاتها كل سيدودو كليا ركوع ركوع كليا لو ييريا حديث كان انه دليل بيلادي حديث كعلماء قاركود إلى هذين وشاد تني أي ساي إلى هذين ووحي إلى هذين كوي صدح الركوعات أفرت الركوعات شيئا يجيب هذين شاد النقطي ده وحوي كلام هذا الشيء يا ناس أصل لا أقبل وحن باري بينه وحنا يعني مرك الله قص وقاضي يعني وحدي ركوع دي طبعا مرك هذا كقاركود بمرك توصي الركوع دي كتوصي يقول مودي بيلادن واحتمال ودفاع مذهب كيل الدافع يوم الدونة يوم السلذين نوعا ما يعني لو وافتش على كل حال توهم كنوع عصي كل سنة بيلادين مركا وحوي ركوع كريم بيا هذا ركوع اللي بعد راتي مركا سلم وذي لقته وصو هذا نلقو النقض إيه وحلم بدا. على كل حال احتمالات كعين كاس واحتمالات بعيدة وهي تن مركا قصاب صن يعني ركوع دنا الركوع ذا قراءة بقول حيسا يا لابد الركوع القراءة والحيسة احتمالات كنوع سقار بسأروريا لكن على كل حال وبعيد من كوي وحلق قاضنا يا حديثك وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم نبي وأوي وأنا صدى بابك اللي قلت سأروري نافنا وحوي مركا نخص يعني وهين رياقي وهين تدرادد كدب مركا إلهي ببريل ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم هم يستغفرون وحت الماميا يعني مركا آية سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أبو هريرة وحكى الصحضي حديث كأسوري حاكم أرنايا كان فيكم أمانان لبا أمان باهي ستين
هذا أمة محمد هي. مضت إحداهما وبقيت الأخرى لبدي أمان متبتقي أم حياة نبي محمدين يلحشوه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أمان كاسوا تقي والنبي هو قيريوذي عليه الصلاة والسلام. وبقية الأخرى أمان كل بعض باهرية ومحياة وهم يستغفرون يا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كاسا باقيهم أمان كاسهر حاكم بمستدرك سوري وأنا صحيح على شرط مسلم. وكذلك مركى أبو موسى الأشعري يا ابن عباس أن هذا اللمي ذا والق السوري هذا اللمي ذا والق السوري صلاة كسوفك يا خصوفك والله برق عضود لقى مبادين كرم هدين لقى بحو والله قال السلام النقصد وريد يحمد وباتك أما قل رحمد وباتك وباقي يا هاي لبرك عدوده كلين لما قلي كرو الطاهر هو إلا ديريا هدري دعوده لكن إلا قبحه أعماشا كلي ونقصن وإلا لي مادا فافزعوا إلى ذكر الله إن الله إلا حسو إن الله إلا بريو إن صدقاتك لبحيو يعني مركا أشياء ذاك مركا ونقصن ذكر الدعاء ذا الصدقة ذا أشياء ذا خيرات كأكله وإلا لي مادة وإلا والله برق عدو الله ما بدين كرم والله برق عدو الله ما بدين كرم لكن قراءة إلا ديريو أي مركا وحويا مركا في عن أو فضل بضن ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك سأشي من إيسا وحيتها نبي عليه الصلاة والسلام حالداً لو مشيقين إلا عذاب أيو أمداً مركا وركي الله بلان قاضي وخلاف سني كما موغضان حديثك مركا سببت النبي قولي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون سببتم حيطها العلم وحي إلى هذين كسوف كم با مظنة العذاب أه قل رحمة ذوبات كان أيا الله فلان عذاب وأه بلنقاتك إلى هاي هباء هذا ميدان دبر عيني لك وحسور توبي كرتا إنه شرط لها دبرنا شرطي ماشى وكبحي صاصا شرح ذا قاركو ذيك قد شوابين أيو إلى هذين صاصا لك قد شوابين حديثك صدح بغلباتن يشن قال إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رق السنة كان الدمان ورق مركز ثقادة وي وانا رق وضا معروفة أبو أحمد وأبو أحمد الزبيري مر بضمن الصوم مرّي محمود بن غيلان مر بضمن الصوم مرّي أبو أحمد أبو أحمد الزبيري وي محمد بن عبد الله الزبيري بالي لهذا ومعروف وأنا صوم مرة مرة بضن سفيان وسفيان الثوري عطاء وعطاء بن السائب إن علا وحكو السقان اختلاط كل عيوى يدي الدنباء عطاء بن السائب مركا وحلك لفرقنا يا رجي واجي هري وحكوري أندب وحكوري قبل اختلاطه وحكوري يا رجي مركي دنباء وحكوري أما اللبضة قرب وحكوري يبالك لصاريا والرقي قبل اختلاطه وحكوريي حديث كوذ وحن غنى صحيح سفيان الثوري بانا كمدة شعبا كمدة ركلو بضنبا كمدة مركا هذا سفيان الثوري ومتقدمين تهروح وقوريي قبل اختلاط وبعد اختلاطه أصلا بأن وحبا كورين مركو اختلاطي بأن وحكورين إياه إذن لا يعل سنساوذ السنة كان اختلاط كان لغو معي اللينا وسنة صحيحة وي وايه علماء قاركودنا وصحيحيين شيخ الباني وحكم ذي علماء الصحيح سيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي ابن عباس وحى ويلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحى قاضى وقبتي ابنة له إنن إصغى أسقناتي يعني إنن ودالي أبت كيسي كمدا إنن تأسو تقضي يعني نفبح يسا بمعنى سكراض يسا فاحتضنها وحو النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء قبطي لين عيسى حضنك وحوي وهلكا كل كلاذا كوه صيصا أفيرها يكو بيغن هلكا سوي حضانة ذوات الليلاد
marka waxa weey halka goshiisa ama dhiniciisa ama feerihiisa oo kale ayuu ku qabtay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ku dhajiyay fawadaha hadana wuxuu dhigay bayna yadayhi hortiisa ayuu dhigay calamadiisa gacmood halkay ku beegan yihiin halka u dhaxaysu dhigay famaatat way dhimatay daahirka riwaayadu waxay sheegaysaa inay naf baxday oo ay dhimatay oo soo noqon doonaa وهي بين يديه وحيد ما تصيام دم شك دواتي والحال هي يدو بين يديه هرتي ساي قصق انتهي وصاحت وحقي للسي أم أيمن باقي للسي والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مكة مولاته أهاتي أدون وحي وأهيد النبي أبيه بي أدون وأهيد كذب النبي كرد حلي عليه الصلاة والسلام مركز دمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحري النبي وحري وحاضنة النبي ومولاته بل إله ذا صلى الله عليه وسلم مركز دمنا وحقوري النبي عليه الصلاة والسلام زيد أي أقوري مركز أسامة أي لا شيء أسامة أي لا شيء مركز واحد قرن إسام ما دام مركز إسام مركز يعني أي النبي عليه الصلاة والسلام أي كوينيد يعني دا ديدو إني وينيد مركا أسامة دالي صنع يدو دا وين باي أسامة دالشو مركا دعو هنا أي قيلنا يسوء بمعنى معنى برور وكلا أي مركا وحوية قيل الصيد وهنا لا قيلنا فقال وحو يلي يعني وحو أجهد أقصديها عد مركا هذا الكنت لأنبي صلى الله عليه وسلم النبي أي وقصديا أجهد ابن عباس مركا سيدا ليه ابن عباس مركو فقال ليه وحو قصدي عدة لي إن النبي تهي عليه الصلاة والسلام نبي وحو عليه الصلاة والسلام أتبكين عند رسول الله أتبكين مياد أويس أم أيمني عند رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أكتيس مياد كأويس فقالت وحيت لي ألست أراك تبكي ألست ميانا عنه أهين أراك مدك أركايا تبكي حال ذو أويس مدك أركايا ميانا أهي بمعنى وحي وشيدا أديك بواد أويدو أن يقول مركزان أويد ضيا شاعن كوكو ضيان يدراديد لكن لما ذو أهينود باكر الدول مدنا وإلمكر يدريريسة مدنا عض إيا قيلة لصعطة مركا مدوا ممنوع والديد يا معنه برورتا صوق الشي مدنا لما ديد يا الرحمدوي يا ولا بكل الدون أتبخين مياد أويسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أكتيس مياد أويسا النبي أعرنا يا عليه الصلاة والسلام عندنا ما أعرنا عند رسول الله بوي لسابت وي لنا وحيتهاي واسي مركز زجرق يديد مدى أرن كان لو ديد يلقى الريبا يأي قصي حق بضطه يا أمرك أوي لهذا رسولك إلهي أكتيس مياد كأويسا هذا أبلغ في الزجر ديد ماذا أرهن كان لديد أيها الرهيب أيها وكسيح الليران شبضان تهي وأيهي فقالت وحيتي ألست أراك ميانا كواركين تبكي حالة أويا يسم ميانا كواركين مركا أهنتان أويا أيها أذان كو قد يدي أتشيدا وكو راعي لكن فرق يقول لحي الله بضا مركا ما يقرن قال وحور النبي عليه الصلاة والسلام سوى فرق يؤتي المامي إني أنيقو لست أبكي ما أويا يو أي بكاء ممنوعا أما بكاء محظورا أما بكاء جزعا يعني ما أويا يو أوهن يعني ممنوع أوي ما يو أما أوهن أرققح أوي ما يو إنما هي رحمة إنما هي اللي انتني وحي أهاتي أي إنما هي أي إنما الدمعة المضني وحي أهاتي رحمة نحريسوي ونحريس كلي أمبي أصاب بحضة أرجح هي جزعية صبر الآن كم يؤمن بروري وحلا مدينة يقيلنا الله مصعته إن المؤمن اللي بدأ بوا فصيح والورنكرا قرآن كان اللي بدأ بوا الآخر المؤمن ملك الصيغ قرآن كقتيمي يعني مركب وحوي قرآن نمل الآخر قراءات كسبع جاكوك على خيبسا إن المؤمن مؤمنكو بكل خير خير لما أنت بكسجية على كل حال حالض والباء حالض النعمة أيتاي اللذنان يبرواق يحال مصيبة يدبات تجرته عند النقمة وعند النعمة
مركي مصيبية لباتة شرتية مركي نعمة شرت مر والبا مؤمنك خير بك السجية هي إن نفسه نفت قفك مؤمنك تنزع والسيبية من بين جنبيه لبدي سلنع دحدو ذا لقسو سيبية وحن نفت لقى قبنا يلقسو سيبية مؤمنك وهو يحمد الله السجأ والحال هو مؤمنك يحمد الله اللهم هدنا سوى اللهم هذا نغيا أي النفط لقى قبنايا عز إله إسقى غالب وقعن سري وجل إسقى وين حديثك وحكى له الترمذي لو ذاك السدي ولا السوريين نسائي إمام أحمد لبدو ولو ذاك السدين ولا السوريين وايه حديثك وحو الشيخ يا النبي عليه الصلاة والسلام إنن أبتكي سكمدا والسكراذي سي إن قبطي مركي دمنا أولين عيسى كسور دتشيي روايات كقار كوسير رواية النسائي وكله وحي الشيخ إيسا ابنة له صغيرة وإنين ير والنبي عليه الصلاة والسلام السنات نبي قنا هبله إيسا أولاد الصلب قائه وحي أهايين أفر بي أهايين أفر تبن وينادين ما يستقيرون يران شكم لمن إن مديسا الصغيرين نبي عليه الصلاة والسلام يعني مركا يران كل انتي ومدقان قاري كما ترعين مديس لكن هبله سوا وذوا وينادين لما نوال قرسدي فاطمة علبا قرسدي نبي قوابا كقيري الدنبيسي أبط نوار الشيء يعني حسن إيا حسين إيا أبط كلابا وار الشيء محسن وكصغيرين واتشري إنا نوار الشيء وايهل زينب هبله سابي هو ويني أبي العاص باقبي أبضنا وأولا الشيئين كستأبضك أي كالسقيرين رقية يا أم كلثوم لبضب عثمان باقور سدي مربا مد مركي هورا رقية اللو قوري ورقية أيو قور سدي دادنا وي كلمتي مركي بدر أي دعيدون تو أي كلمت غزوة بدر مركي اللو بحايي وحاكو صوب بيغانتي سكراتك رقية يدو لانك بدر اللو بحايي اسكو بيغمان نبي عليه الصلاة والسلام دقال كوه قامين أي عثمان بو الرياضة وننك يديئة رقيا ننك يديئة دبعد نوحو إلى أدقو ركرو وأدقو كوهر وحانا المركة لهذا إن الراعي أجر كيس يسامي صلى الله أجر وحو هلو يسامي وحو هلو أيضا لميت سيدا سوء وحاري يدو النبي مقيا هيو أنو تشوغين أي مركا لما توجرد أتمي طبعاً سيدا سام مركا لو حبالي يعني أسكيدي موتشو جن حديث كذا بين أرك الدوناي وياه أم كلثوم بهدنا أقولي النبي عليه الصلاة والسلام عثمان أفرتها بلاطبو مركا النبي عليه الصلاة والسلام ودري أفرت بوا وينادين مركا ميت كم ذا أنا استقرتو يران كل ما تيل لقو مصفين ساس أود علماء الشراح ذو حيكو حمبارين إن أنت إن لو تشيدو إن أن هبله سميت كم إذا أي ده شيء إن أي طيب يكو حمبارين ومجاز اللوغ مقعابي إن أي مركا إن النبي أصغناتي أي تهي وإي هدو دي مركا أووية النبي عليه الصلاة والسلام أو هو يدي دلي دي وحوية إن أنت سوا أصغناتو أبتكي سيكم إتهي سوى النبي عليه الصلاة والسلام وورن شري مركو شيغا يو يعني حسن وكلو شيغا يو إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين حسن ابن علي حسن ابن علي وفاطمة نال الشيء فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى الصغيرة أي نبي وكيلي إن ابني هذا إن كيغا كان أهي إن ستيرنا يو أيو وإن علي وإن فاطمة نداء مركا ما دام أووي هي النبي عليه الصلاة والسلام وحر إن كيغيمور يا إن ابني هذا سيد إن كيغا كان أو حسن بن علي وإن مضن أو يعني مركا السيدة أو مركا مضن ويو فضل له وحانا لقى يا بائن إلهي كو إصلاحيه لبكو حوذ ووين أو مسلمين تكمدا وبمعنى إسلين يي سببتي سينو كو إصلاحيه لقى يا بسيدي بنا ودعضه والنبي قشق عليه الصلاة والسلام وإصلاحنا سببتي سكويم مركز سأصوك له
إن مركا لقت الماما يا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له وإن أنت إن أنا عيد شيء إن أنت يسوع عيد شيء ولما نقر وحي كل شيء جان إن أنت سين أمامته هاي وإن أبي العاص أبي العاص بن الربيع إن مركا إن أنت ودري وزينب بن أي هوية أتهاي زينب يعني مركا إن أي هوية أتهاي سداس يلا بين مركا علماء قر كوت المؤمن لكن إشكال كم مركانا إيمانا يا واحد تاي حديث كالظاهر كي سوحو الشيغة يا إن أنتن إن الدماء تاي مركي هرنا محالة ابنة له تقضي يعني قريبا مركا قرك أصار ريدا ويسكراديس مركي دمنا محالة يلي فماتت وهي بين يديه وحي الدماء تاي يدو أو هرتي سكسو غنبا الدماء تاي مركا الظاهر وحي كتاي رواية دو إن أي مركا حقيقة الدماء تاي أو أي سقير تاي بي ظاهر كتاي الضمارك تعالى أمامنا وويناتي والنبي عليه الصلاة والسلام وبكدم بيسي والنبي مركا قيردي سي يعني مركا دبديد بيسي نولاتي مركا وحوية فاطمة يعني مركا علي أي كلماتي مركا سا مركا علي قرسدي يضا مركا علي قبوه أي مركا دمتي مركا دي إشكال كيمن ياتاسو نقنوه علماء قار هاي الشيء وحي الهدين أمامي إن أهانه وحلا وحن بار يوم إنن كلاه هبله سميت كم ده الشيء بالوحن باري غريب وح شرح ذا قارقودين يلاهدين إنن إنن أهين بالجا يابا إنن أي أهيد وح رواية صحيحة إنن نمذا أكينن ميشين الشيخ حقاني اللي يلاهذا شرح يسوي كل هي الشمائل ك وحمرك أكين يا احتمال كصاب صن إنن إنن يا أهينه لفظك الصواب كو يهي إنن مركا إني تهي تاسنا وحي أباهنته الرواية أباهنته إن مركا لها الرواية ابن الشيء إيسا وكد مركا إيسا لها الرواية ذنبا كأرجح سن ويجرتا مركا إيسا مركا إنا مدى الصقيرة وهبله سعير دالين ووقت النبي قلنا عليه الصلاة والسلام يعني مركا الصقيرة واتشرين لكن رواية وحي مركا الشيء إيسا يعني وحوية إنن إني تهي لما أن مركا إيسا مركا رواياتكو يعني ساسي مركا تلماميان ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها فماتت وهي بي يعني لما نوحي تلماميسا تأنيس بيشيكيس تأنيس أي تلماميس هيا ششو الراح ذا قاربا وحي مرين مركا اللي هاي التقضي ويسكرادي سيقيري بيقارك أسار نيدبا لغا تلماميان فعلا تقضي وي لمتاي إلا قضاء وحلو استعمالاو لنتاي هذا مارتا يعني تقديد واحد لما تيل لقمت الماما يجري قركيد بيسارني مركيد دمنا فماتت وحي شرح ذا قارك التوجيهي أنا بجورك بكم ديهاي أشرفت على الموت جري بيكوس قطعي وقت ذا قارك ود بقفك مرك وحوي اللي يصير هذا جري لا قنديا ولا قص مرا ولا إله وحول من نورا ده وحوي اسكن نفبح يعني وحوي من نورا من نورا يا تبى نمرك وحوي واحد عضا إن هذا نوح سبدلان مركا وحويه وحلقت الماما يا قريبة يقص قطية فعلا مي لمنن وظاهر كرواية ذا وحديدا يا يعني إن مركا أن لأجين إن مركا سداسة الصقير طي وهبله سعير دلين والنبي قد شوقي يعني مركا وحوي اللي ما أجا وماما مركا سوا ويناتي مركا سداسة أودد يعني مركا أي علماء قاركود وحي الهدين وحلقت الماما يا ظاهر كوالا خلافة يا يعني واقع هذا يعني مركا تاريخ ذا سيئ لقو أكسوية هاي أودد مركا وحلقت الماما يا لقو أولي إن الجيري كسي قطو فعلا أيني لمن بل لقو توجيهين يا على كل حال تاسي وحي يصيبها أنت تحقيق زيادة بيصيبها أنت هاي لكن هذا قدر كأنه هاي إنه أنت أسوي هذا لكن سقناته إن مركا وحوي إنن مركا هبله سعي دلين أصقير طي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد شوقي إن يتشرتو هدي مركا تاسي أي سقناتو يضال وحن باريا مركا نظاهر كسيسة لقو سعود سينية ويه موضع الشايد كوام حي حديث كو بابك وحقو صابصنا النبي قد أهنتيس عليه الصلاة والسلام النبي قد أهوي أهنت النبي قد وح قيلاء يوحضل المسعن ما قيل قيل النبي عليه الصلاة والسلام أهين تيسنا وحي هيد أهين رحمة يدبي أهي رحمة هم بوقت يدى غير كود أهي تري النبي عليه الصلاة والسلام أهي المنشر إن كيسي إبراهيم مركو لنطي وحول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا
أما ما يرضي ربنا قلب سيد الله ضبطيه وحيلي إنه هو إلمين أيان قلبي قنوة مرقون أيان يعني لما شضع لما تين وكم مرقون أيان وح ربي رالي قلنا يا أما وح ربي رالي كنقون أيام ويانا وح كلنكو هذا إلمينه وح كلنكم هذا إلمينه مركل واحد عضي إن حنون سنعي وهبله سميت كم إذا أي مركل لا شيء بالنبي الله ويعرى عليه الصلاة والسلام مركل سأل النبي ومركل سأل التجي مركل هراء وحوي يعني النبي ومركل هراء ومتجين مركل الدماء قصة الحاح الصي أي النبي عليه الصلاة والسلام مركل التجي وشمع الصحابة كم إذا أي للصعدان مركل سأل النبي عليه الصلاة والسلام لودي بي إنك وإن يرى الصغيرة oo waxa weeye naftu marka ay hayso iyadoo marka yaani waxa weeye oo marka sidii wax naftu iska gurayso kale u yahay oo sida qarbadko kale marka sida yaani u haraaciyaya ayaa marka loo dhiibay marka sa nabiga kaleeyhi salaatu was salaam wa ilmi sahabada qaar kood baa yiri ya rasuulallaah tan maxay tahay yani maadaama marka la diiday baroorti iyo waxyaalaha la diiday waxay sahabada qaar moodeen oo hinta la ilmaynayo ilmadu qofka ka dareereeyso yani qofkii marka geeriyo ku timaado kale inuu marka ama cid uu jecel yahay kale ay dhimanaysa inuu ilmeeyo isagana hadal baraacin inay mamnuuc tahay ayaa saxaabada qaar kood moodeen markaas ay weydiin ya rasuulallaah tani maxay tahay markaas aan nabi ku yiri calayhi salaatu wasalaam wa raxmad yani marka ilaahay yani marka uu qalbiga cid uu doono ka yeelay aw kama qala sallallahu alayhi wasalam مرك حديث كنا وحو تلماما يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلمي أي مرك الشيقية مرك أم أيمن يضواء الميصي قيل قدرتي يعني وصاحت أم أيمن مرك سياحة أما يعني مرك قيل ذاسي وحين نغني سامد مرك ممنوع برور بين نغنيس مرك سأل النبي عليه الصلاة والسلام التبكين عند رسول الله يعني بكاء باللفظي قال لو شيغي لكن waxaa loo jeeda bukaa khaasa bukaa oo dhan la diidi maayo bukaa nooc ay la timi ba la diidaya marka macnuhu wuxuu dhacaya atabkiina inda rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam bukaan mamnuucan ma waxaad nabiga alayhi salaatu wa salaam aktiisa ka ooyaysa oo hin mamnuuco la diidaya ama mahdhuur ah ama oo hin koobsanaysa yaani baroor koobsanaysa iyo qaylo miyad marka ooyaysa macnuhu saas u dhacaya siiqad waxay u agtay bukaaga in marka lagu inkirayo laakiin waxay u dhacaysaa bukaaga yacni qaylada koobsaday ee argagaxa ku tusinaya ta noocaas marka inkaarku ku dhacaya oo leeyahay marka taaha ooyin dad waxay isku daafacday in nabiga calayhi salaatu wasalaam aragtay isagoo ooyaya marka waxa weeye dayasho ay nabiga ku dayanayso ama ay ku raacayso oohinta inay marka waxa la timi dad nabigu wuxuu u sheegay labadu inay kala duwan yihiin oo waxa weeye bukaa marka mamnuuc anigu ooyimaayo ama bukaa qayla weheliso ooyimaayo ama bukaa marka baroori weheliso ooyimaayo yacni oohintaydu waa ilmada keliya oo dareereysa marka weeye naxariis weeye yacni qalbiga ka soo baxaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida marka qosolkiisu uu ahaan jiray dhoola caddayn ayaa marka aanu marka gahgah u ahaan jirin ayaa marka oohintiisuna waxay u ahaan jirtay mid aan qayla wehelin buu ahaan jirtay ee waxa weeye ilmo keliya oo shalalax leh ayay marka ahaan jirtay yacni saasiyadeeb ahaan jirtay xadiistan marka wuxuu caddaynayaa yacni oohin raxmadeed inay jirto oohintaa raxmadda ana inaan la diidaynin laakiin qaylada iyo waxa la midka ah waqtiyada masaa'ibta iyo geerida iyo in la diidaayo oo baroor bay noqonaysaa ta noocaasi waa mid mamnuuca wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam muuminku khayr dhammaantii buu ku sugan yahay xaal walba waa kii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyay sheegayay cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr yacni qofka muuminka arrinkiisa la yaabitaan la yaaba arrinkiisa dhammaantii khayr weeye in asaabathu sarau shakara fakaana khayran lah hadday nicmo haleesho qofka muuminkii waa shukri naqayaa khayr bayna u ahaanaysaa wain asaabathu darau sabara فكان خيرا له هذي مركا دباتها ليشنا وصبر يا تاسنا خير بي وهانيسا مركا مر لي بخير بكسوغن يا هي يعني مركا هدو نقمة كسوغن يا هي هدو مركا مصيبة كسوغن يا هي مد والباء يعني إلهي بما هدين يا وانا تحديث كالي القصة وريي
نبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نبي يقول مركو أركو وحفرح قرية وحوراً شري الحمد لله ما هذه الله بيوصقناتي الذي بنعمته تتم الصالحات كاسو نعمتي سسابت نعمتي ساي كل ما يسر ما يسو يإنعام كيسا وحيالها وناك سنة كل ما يسر ميان مركو. وإذا رأى ما يسوءه هدو أركو وحمركو وحما تقري أما مرقا قلينا وحوراً شري الحمد لله على كل حال إلهي بحال والب مهدسن أم هذه أصغناتي مركا مروى البين إلهي لما هديه يعني عند النقمة وعند النعمة إن إلهي اللهم هذا النقو أي الله قاضنا إياه بل أيضا لفتيد مركا وحوي وحي النقوتان نعمه وحي علماء إلهدان المحنة قد تصير منحة يعني امتحان كلفتيس يا مصيبة يا اللي باتذا لفتيد وحي النقوتان مر بين نقوتان ديق إلهي نعم قف كل يقول نعمي مصيبة مر نعمة نقطة تذكر قار كودنا النعمة ضابة مصيبة كل نقطة انت اللو النعمي والنعمة دي مصيبة كل نقطة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم إلهي وكل نعمي بلاي أيصد النعمة بحيا انت بلا انت اللي وصل لذي بلدي وغريس يا سوى كبير سنة وعن ترسنة ومركز عركة مريي وأن صلاة يصون يعباد وحب أن أقول بمصيبة كل عيس مركز ضعفي سيتاق درديس يا مركز أيو أركيا مركز دواد مركز آخرة كور وريا مركز توبة كينيا مركز إلهي دم الله فويدي سنيا مركز أو حلقة يا بحارد وأنا أكسن نخلط قصة أن مرر بضن شيغي بدأ كسو عليه ما حيث المام يسنين اخترى أي قصة أي شيغي وقتي هري اهد غورتو اي شيغاي وخوري نيم با لاي كيناي حنونسانيا ولالكي با ودي وا بارني دكتور كايغا لوغو باراي بو ييري وا دكتور هرغيسا ماركي انو بارني بو ييري ايان وحنو كهلي بو حنونكي خطرتا اها حنونكي خطرتا اها بانو كهلي بو كدي بان دينا اسكا واني او هادلون دي صبر سين اي وانو اي ماركا اه يا قف ول بعمرغيسا انو لا سنيو أنت مد حنون سنة يا مد كرو عافمات قبالي تايو يعني وحوي يا حنون كي عافمات كمد والبند إلهي بهاي وان وانيب حنون كي تدور له ما هي حوجة كلمات يا دكتور كلا قبل حيا ودقف كمركا وحوي الحوجة يعني مركا وحيرة ويركب ويا إن مدة أنت إلهي قف بوقده وياه سيد بيجا تجنبه لح بلاد بديت با وحي قصون نقضين كي وذي أي ولا لا هاين سوق الشكر النقيب وحول هرت ولا الكيدمي اخترك وحوق الشكر النقيي واندي مالتي واني واندي امانتي واني بوق الشكر النقيب وحول حنون كان ولالكي وغري ولالكي صلاه يا صوم ما اقون حنونك كهر لا صلاه ولا صوم عيها حنا خطرت انا قال لماذا انا وكو هدي جري مالنتي مركي هلكا ان كوغو كيناي حنونك لاغو شيغي ادوانسي بوخي كبخاي وطوبت كياني عبادتي مبلابة انتي عبادتي وودي تقدم بيساك الله يا فضل نفتو حيك قبح حذيبو المسجد كبوديهيسا استغو مخربتو كذي عشان السوغية فنفتو قد عبا انتي سوى شرطة لضحة يعني حتى استغو حنون سنة يا مسجد كمدين وحي نفتو كقبح حذيبو استغو مخربنتو كذي عشان السوغية في داخل المسجد مركا حنون كان ولالك وقرهيب وتاين شيء قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت إلى هوا قد ديقا والديقا هم بحية بلاي ولو هبوينا تبلا ذا سير ويبتلي الله بعض القوم بالنعم تتك قارنا إلى هوا حكم الشقية وكم امتحانا وكوه فيها نعموين انتهي وناك سنة وعبادة ذئية طاعة ذئية صلاة ذئية يعني مركا وحوا كفعنا ومركي إلى هوا حول السيي أما مدح نمسيي أما مقع السيي كسيدي مشورنا فراك قاضي تدك الدخسي لن نقدين وحال لو حدونك وطلاب صدر وبضن يا مركا قفك مؤمن كاهي حال ولو كسوغن يا هاي هدي نعمتها هاي هدي بلايتها هاي مدولبا إلهي بأمها النقية يا مركا مصيبة قفك كل عضو وينو كسبراه وينو أقاذا هدو كسبرا مصيبة داس الدنيو أشرك أكهلي يا إنو أشر وين يا هاي
قف بأو حلقة يا با إلهين ولدون يدرج السرة أو شن ضاع عمل كيس ندرج كذا قارما هذا مرض سدرج كذا لو قارسيو بمصائب الله وصل لضياء مصيبة ينكب كل صبر يا إلى درج كذي وقاره يا إلى درج كذي وقاره إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل نفتي سوى لقسيبا استغوا إلهي إما هذين يعني مركا حالة عين كاسي وحالة في عن إنه حال والباء يعني الروح ومركا كالصبره لباطدنا كالصبره نعمدنا كالشكريه ونو أقاذ وحوه لبقدرنا كل عيان أختي قاينا قرد عهل كاينا قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.